السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحب فيكم أعزائي المشاهدين، وعودة مرة ثانية إلى لعبة البستايد أو القرية اللي عاشت في زمن القرن الثالث عشر. طبعا مثل ما أنتم عارفين قرن الثالث عشر هو قرن لم تأتيه الآلة الصناعية وما جتهم الابتكارات الجديدة اللي نعيشها احنا في قرن مثل ما نقول ما بعد قرن العشرين. ناس بسطاء ويعملون على الأشياء البسيطة ويقومون عليها. المهم رحب فيكم مرة ثانية علشان نستعرض معاكم الأحداث الجديدة لهذه اللعبة الجميلة، اللعبة البسيطة جدا اللي أنا أتوقع كل واحد يقدر يلعبها وكل واحد يقدر يتجاوز المحن والصعاب اللي تمر فيها اللعبة، خاصة بداية الجيم. بداية الجيم صعب جدا أنك تركز مع ايش ومع ايش، تركز مع الموت، تركز مع انك تجذب الناس اللي مارين في المنطقة انهم يسكنون عندك، تركز على الأغذية، تركز على الأدوية، تركز على الملابس. كل هذه اشياء في البداية تكون فيها تحديات كبيرة وتحديات جسيمة تمر على اللاعب، كيف يدير قريته وكيف ينجح فيها. طبعا احنا تجاوزنا الكلام هذا الان بمراحل، ولكن ما زلنا نحتاج الى توطين اكثر سكان عندنا، ونخلي الناس يعجبون فينا ويعجبون بهالقرية الجميلة. ويا مرحبا ويا سهلا. طبعا بنينا بعض المباني اللي فيها نقول مباني خدمات اللي تعجب السكان، لان السكان في ذاك الزمان يمرون على المدن او يمرون نقول على القرى، واللي فيها خدمات اكثر يحطون رحالهم، لان الامر سهل، راح يحصلون الامان وراح يحصلون الطعام وراح يحصلون الدواء وراح يحصلون الملابس وراح يحصلون اخر شيء قاموا يعني صار السكان ينحاشون من عندنا. وانتم تتذكرون الكلام هذا الحلقة اللي قبل الماضية، كانوا يهربون وينحاشون او يعني يجينا وبعد فترة ما تشوف إلا توكل على الله، وراح يقول لك زهقان، وواحد يقول طفشان، وواحد يقول حزنان، وواحد ما نعرف إيش. طيب بنينا لهم بعض المباني اللي تخدمهم، هذا شيء طبيعي. طيب اليوم راح نشوف أحداث القرية حقتنا ونواصل. مثل ما أنتوا شايفين الحظائر مليانة، الحظائر مليانة، وإحنا في فصل مثل ما نقول قبل فصل الشتاء القارس، يعني احنا في اكتوبر الان، والوضع مثل ما نقول يحتاج الى الانتباه. اول شيء الى توفر الطعام عندك في القرية، توفر الدواء، توفر الملابس، لان بيجيك فصل شتاء طويل لابد ان تكون انت مستعد علشان تزود هالفقراء المساكين بالموارد هذه والأشياء هذه اللي تخليهم يبقون على قيد الحياة. طيب احنا كنا بنينا ماركت، ما ادري والله وش فائدة الماركت اللي هو السوق، خلاص الآن بيخلص ويحتاج الى احد يعني يجلس فيه ويبيع. ماني عارف يبيع لمن، هل ما هم المساكين هذول اذا خلصوا شغلهم قاعدين يروحون الى مستودع الطعام وياخذون يوميا مقابل عملهم ياخذون طعام؟ نعم، اجل يشتغل معاي ويتعب ويشقى ببلاش؟ لا، ما في شيء ببلاش. طيب هذا الان الماركت جاهز، ونشوف نستعرض الماركت وش يبيع. يبيع تولز، هذه تولز وهذه ملابس وهذه احذية تكرمون، ودواء، وتوقع حليب، وإيج اللي هو البيض، والسمك. طبعا ما عندنا حنا سمك إلى الآن ما فتحناه. يبيع مشروم، يبيع لحوم، يبيع يعني يبيع شغلات وأمور عادية. طيب إحنا جينا أول شيء الآن جينا إلى الليل، وربعنا خلاص الآن راح يتوقفون عن عملهم. مثل ما إحنا نشوف الآن هم رايحين للمستودع الطعام ياخذون طعامهم، هذا شيء طبيعي. شوف خلص من العمل يروح ياخذ الطعام حقه ويروح بيته ويوكل عياله، وهذه هذه طريقة مثل ما نقول الحياة
القروية اللي موجودة عندنا في قريتنا الجميلة. طيب راح الآن نذكر حبايبنا ونذكر أعزائنا المتابعين باللايك. حبايبي حبايبي لا تنسون اللايك، يعطيكم العافية. وكذلك نذكر المشاهدين اللي يشاهدوننا ممكن لأول مرة، وممكن في ناس والله يشاهدوننا من فترة طويلة ومستبخلين علينا يضغطون على زر الاشتراك. يا أخي يضغط زر الاشتراك، ما راح تخسر شيء ولا راح تدفع شيء، بالعكس أنت راح تدفع لنا، راح تدفع لنا المعنويات، راح تدفع لنا التشجيع، وراح تكون معنا صديق دائم ونقول مرحب فيك. وكذلك أذكر جميع أصدقائنا في اللي معانا مشتركين، لا تنسون انكم تفعلون زر التنبيه علشان يصلكم كل جديد من قناتنا، وخاصة ان انا قاعد اختار الالعاب الخفيفة، الالعاب الجميلة اللي دايما تجعل فيه هناك سعادة بمشاهدتها، واتمنى دايما انتم سعيدين ومرحب بكم. خلاص بدينا اليوم يوم جديد، والان جاي الجد، ما نبغى الكلام اللي فيه يعني ما في فايدة. طيب احنا بكذا وصلنا 28 والسعادة 68، وش الاتفاق بين الرقم هذا 8 8؟ طيب طالما احنا بدينا وصلنا الى 28 من عدد السكان، وفي بعض الاماكن انا شغلتها زي المزارع، ويبدو ان في سحب قوي على خلينا نخفض السرعة شوي، سحب قوي على الطعام، لكن سرعانة ما هم يعوضونه، يعني بسريع يعوضونه. الآن عندنا ماركت جديد، وطبعا ما نقدر نوظف أحد في الماركت الجديد. قاعدين الآن نبحث عن الأخشاب. الله يا سلام، شوف الأخشاب الخاصة بالبناء عددها لأول مرة يوصل إلى 16، ما كان أول موجود عندنا، شغالين الجماعة كويس. طيب احنا نحتاج الى مورد اخشاب، مورد اخشاب ضروري اللي هو هذا الفورستر. الفورستر انا حاط فيه 2، يعني الطاقة الاستيعابية للعمل، ان اللي يقومون بالعمل 2، وللأسف 2 ما هم لحقين يسوون شيء. هذه احنا علشان نبتدي قاعدين نبني هنا، علشان نبتدي نقرب الى البحر. لما نقرب للبحر اكيد طبعا هذا راح هو يكون وسط القرية، مكان التشيرش ومكان التفرن تقريبا هو راح يكون وسط القرية، فراح شوية نتمدد في الجهة هذه علشان يكون عندنا ناس قريبين على صيد الاسماك. هذا شيء مهم. راح ابني منزل الان، المعتاد احنا نبني المنازل هذه. المزارعين قاعدين يجمعون طعام، ولا عندنا خوف، واحنا اليوم في نوفمبر، يعني باقينا على ديسمبر فقط، هذا اليوم نتجاوز هذا اليوم ندخل ديسمبر. فاذا كان الشتاء مبكر فالله يعيننا على دخول فصل قاسي وطويل راح يمتد من ديسمبر تقريبا الى شهر مارس، او يعني شهر 3، من شهر 12 الى شهر 3، فهو موسم طويل بالمرة. فأتمنى إن شاء الله ما يكون هذا الشيء. التولز عندنا أوكي، الميديسن أوكي، الثياب أوكي، ما زال عندنا الفايرود اللي هو الحطب الخاص بالتدفئة أوكي، الستون، والله الكاتستون عندنا ما شاء الله مجموعة كبيرة. طيب خلهم يشتغلون الآن، لأن الكاتستون عملت 2، الاثنين هذولا فعلا قاموا لنا يعني بشغل جامد. مثل ما انتم عارفين احنا فتحنا البيكري، والبيكري شغال، لكن ايش يقول ميكس بريد، شكلهم يعني نبغى نشوف شكل البريد هذا كيف صاير، وين البريد يا اخي. البريد بشكله الطبيعي ما اشوف له اي شعار للاسف، يبدو انه راح قاعد يروح الى مع الى الطعام، يعني مع الطعام اللي هو هذا شكله توتال فود، اللي هو شكله هنا ماني عارف يعني ايش نعمل يعني.
لما تحط على الفود وتضغط يطلع لك نوعيات الفود بالكامل، من ضمنها البريد زيرو البريد، جاب ثلاثة الآن، ومن ضمنها القمح، ومن ضمنها العسل، ومن ضمنها البامبوكين اللي هو القرع، ومن ضمنها الملفوف، ومن ضمنها هذا إيش البيض، ومن ضمنها الكمثرة، ومن ضمنها بصل، ومن ضمنها أجبان وحليب ولحوم وأسماك. يعني معناها عاطين عليه علامة استفهام، يعني يندرج معناتها كلمة فود أو معناتها فود يندرج تحت تحتها أشياء كثيرة. يلا عجلي عجلي، خلينا نشوف المسكن الجديد، وخلينا نشوف سكان جدد يجون معانا، لأن عندنا ورش كثيرة مقفلة، ورش كثيرة معطلة. ليه؟ لأن ما عندنا سكان، والمعلومية الحمد لله يعني احنا تجاوزنا موضوع التدني، العدد المتدني بالسكان، كنا ما نقدر نتجاوز 20، ويا دوب نطلع 20 ونرجع مرة ثانية 19، نطلع 20. الآن الحمد لله الوضع كويس، والوضع يعني استقر على 27، كويس إن شاء الله. أتمنى راح يستقر على نتجاوز 30 في المرحلة الجاية بإذن الله. راح نشوف الكلام هذا مع قدوم الليل أو مع الصباح، عادة نشوف سكان جدد. نيو فاميلي أرايف، أوكي جونا 2 عوائل. هذا إيش كيلد؟ مين اللي مات؟ يا أخي في ناس ماتوا، وش المشكلة؟ قلنا لكم، قلنا لكم الشتاء، السنة الشتاء بدري، عادة يبشرك الثلج كذا، يجيك كذا فجأة وبعدين ينحسر. أتوقع هذه كلها عواصف، عواصف ثلجية تضرب بالطريقة هذه، لكنها سرعانة ما تروح. طيب 32 عدد السكان، ولأول مرة نوصل 32. طيب احنا الآن عندنا التويلر فاضي ما عنده عمل، يا تويلر روح اشتغل. هذا وظفنا الآن واحد في التويلر. طيب هل الماركت يجلب السعادة للسكان؟ قد يجلب السعادة للسكان، وظفنا واحد في الماركت. الزراعة تقريبا ما لا داعي يبتدون، انت يا حبيبي توكل على الله اطلع من هالمكان، ما لا داعي انك تعمل بذور، خلاص البذور انتهى، انتهى وقت البذور، الآن وقت تربية الحيوانات. ونجي للثاني، هذا احصد وخلصنا، فكنا من الحصاد، هذا خلاص وقت البذور انتهى يا أخ، خلاص مع السلامة، روح روح للدواجن كذا، لازم نوزعهم بالطريقة هذه. راح نشوف هذا، خلاص 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 انتهى، الأرض ثلجت وتجمدت وما عاد لك مكان هناك، تعال في الحظيرة هذه. أوكي كذا الآن شوف كلهم رايحين سقي يسقون الحيوانات ماء، باقي لنا حظيرة واحدة للخنازير. الآن راح نشوف إيش وضعها، الحمد لله الطعام عندنا أوكي. طيب هذا إيش باقي؟ هذا ما قاعد يسوي شيء، والله ما أدري عنه، خلاص الأشجار وثلجت، وش عندك قاعد؟ يلا توكل على الله اطلع روح عند في حظيرة الخنازير. وبدأت دورة ثانية من تجميع الطعام بهذه الطريقة. الماركت الآن في واحد يشتغل، وش جايب؟ جايب كمثرة، واحد كمثرة وثمانية ملفوف، وجايب تولز، يبيع تولز اللي هي معدات أدوات، وجايب ملابس يبيع 19. طيب يا أخي وين اللحوم؟ وين البريد؟ والله الظاهر عليه سحب كثير، يبدو عليه سحب. هذا هو التاجر، هذا التاجر شكله، هذا التاجر راح جاب قرع، يجمع الرجال منه ومنه، مديسن يبيع مديسن اللي هو أدوية، يجمع. لكن تذكرون لعبة فانديشن؟ التاجر ما يقعد المسكين، يعني مشور رايح جاي رايح جاي للمستودعات، يروح يجيب موارد ويحطها. طيب اقعد بيع، ما ادري والله، الظاهر عندهم البيع آلي او الكتروني. شوف هذا هو راح مرة ثانية، البيع الكتروني شكله، الناس تجي ويعني بأمان كلهم في قرية واحدة، يجي يحط قروشة ويتوكل على الله، ما ادري والله كيف طريقة البيع. طيب احنا الان التفتنا الاشياء،
بدينا ننجح في أشياء. طبعا الآن إحنا على استعداد نبني لنا منزل جديد علشان السكان يتعدون، يعني يكون التارجت حقنا أو الهدف حقنا 30-40. هذا إيش يسوي؟ هذا حق الكتان. أنت يا أبوي خلاص توكل على الله، قم راح يشتغل ابن. ما أدري الكتان هل هو يشتغل؟ لأهمية الكتان للملابس راح أخليه، علما أني عارف أنه ما في زراعة. الآن عندنا تشالنج جديد أو تحدي جديد، كيف نحصل على المعادن وكيف نعرف مكان المعادن. خلاص نوظف 2 في الصيد، ولأنهم هم المسؤولين عن جلب الجلود. حسب توقعاتي هذا اللي راح يصير. احنا ننتظر فصل الشتاء هذا يمر، ولا وإن شاء الله بيمر على خير لأن الوضع تمام، وأبشركم الأمور طيبة. والآن احنا في طور تخطيط لبناء منزل جديد. عندنا ستون كثير، والله عندنا، ليش ما نبني من ستون؟ هذا مبنى من ستون، طبعا ودنا بعد شوي عن الشيرش. انمي كم او ابروشت، يا الانمي انتو اهل مشاكل، وينهم؟ الله يا ولد تراكم مجانين، طلعين لي المرة ذي بعدد كبير. معلش مع نفسهم يطلعون لي بعدد كبير. الآن راح أبني البركس بما يسمى البركس أو الثكنة. خلاص راح أبني ثكنة، لأن الآن آن الأوان الحاجة إلى الجنود. راح نشوف وين الأرمي، هذا إيش هذا البركس، راح أقدر أبنيها الآن بأسرع وقت ممكن. راح نحطه شوكة في خشم الجماعة ذولا. البركس راح أبني لأنهم هذه جهتهم، راح أحط البركس هنا وراح أخلي البرويرتي له هو الأول يبنونه. خلاص بعد فترة راح نشوف البركس وراح يكون عندنا جنود، وراح نصبح قرية ذات قوة حربية، يعني نقدر ندافع عن أنفسنا. ما علينا من الجماعة هذولا، الجماعة هذولا أكيد راح يروحون فيها في الثلج. طيب أنا جاتني فكرة، طالما أن الآن أصبحت الحظيرة هذه وسط القرية، لابد نستفيد من هذا المكان في القرية. فراح نضبط أمورنا شوي ونشوف إيش نسوي. والله الأخشاب عندي 17. طيب راح نشوف موضوع الديكوريشن هذا البنش. لا عندنا شيء مهم، نحصل على العربة. هذا أنا ماني عارف العربة 5 خشب. إيش رأيكم إحنا بحاجة للخشب الآن، والعربة إحنا محتاجينها على أساس جل ليل الأنمي بعيد. والله إذا أنتوا قريبين لأوريكم، لسه يمكن يوصلون في الليل. لا 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 لا, لا. راح يوصلون لنا بكرة، راح يوصلون على بكرة، لسه الطريق بعيد عليهم. لا لسه تطمن. أوكي راح نمشي الوقت. وغريبة الليلة، يعني أصبحت ليلة سفرة، والمساكين قاعدين تحت الثلج. ويلا وخلونا نشوف الصباح ونشوف الوضع إيش راح يكون. إيش هذا اللي عندنا في نقص؟ فريزن. الله عندنا 17 فريزن، وش المشكلة يا أخي؟ عندنا حطب، عندنا وقود للتدفئة، ليه كذا؟ غريبة، إذا جليل صاروا فريزن. هل الملابس ما عندنا؟ كلودينج موجود يا أخي، إحنا ما نفتك من المشاكل. أيوة معناها راح نقدر نسلح أحد. وصلوا والله ذبحوهم. شوف بدت المعركة وأنا ماني بداري عنها. خلاص ذبحوهم، فكونا منهم. ما مات من عندنا أحد. وضع ربعنا تمام. خلاص هذه الثكنة وانتهت، والآن راح نوظف أول جندي. راح نحتفل وياكم الآن بتوظيف أول جندي عندنا، سولجر وآرشر.
يعني انت توظف هذا اول سولجر، هذا الثاني، عندنا الان اثنين، بس خمسة. طالما ان عندنا اطفال راح نبني مدرسة هيربال، كلها هذه بنيناها، باقي الان نشوف وين المدرسة. على حسب ما يقولون في مكان يعمل شموع، هذه سكول. ايوه هذه سكول، ما قلت لكم انا كان ودي السكول راح اخليها جنب التشيرش. ابننا السكول، يلا ضروري عندنا عيال لازم يتعلمون. اوكي الوضع، الوضع تمام. هذا منزل جديد وجو عندنا سكان، لكن للأسف ما زلنا 31، علما ان عندنا بيت جديد والوضع ما زال ما في، ما حولك احد. ابشركم الان قاعدين نشوف الموارد بكميات كبيرة بوفرة، ما عدا الحديد والنحاس للأسف ما يوجد عندنا شيء. طيب روح نشوف هذا، هل هو العدد ناقص فيه؟ راح نخليهم ثلاثة برودك. يقول أبغريد، راح أعمل له أبغريد. خلاص نعمل له أبغريد، ريديوس ديث. هل نقدر نعمل له أبغريد زيادة؟ والله توقفنا يا ولد، منين نجيب هذه؟ خلي يجينا المرشنت عشان نشتري منه. في سحب على الملابس بقوة، والله يتوقفنا يعني للأسف توقفنا من المعادن، ويعني أحس إنه في مشكلة عندنا الآن بسبب المعادن. طيب راح عندنا فروزن واحد، يعني ما زال عندنا واحد يشعر بالثلج، يشعر بالبرد القارس. طيب يا أخي انتبه حق حالك، البس الآن. هذا إحنا راح قاعدين نطوره وما من تطوير، لا والله عود يتطور. احنا نبغاه الان ميكس، احنا طالبين منه ينتج لنا ميكس. لكن ترى المعلومية نقدر ننتج ستون، نقدر ننتج ايرون، خلي يركز على الايرون او يركز على النحاس. طيب نقدر نعمل واحد ثاني جنبه؟ نقدر، اتوقع نقدر. يا ويني عن الكلام ذا، من زمان ما عندنا سكان. راح اخليه ايرون، لكن للأسف راح نشيل واحد من هذا، مو معقول كله ننتج حجارة. خلصنا من الحجارة، شبعنا حجارة. طيب وبعد النجاحات الجميلة هذه ومقدم الليل، ما راح نقفل معاكم على الليل، راح نقفل معاكم الآن على نهار. وأقول إن شاء الله تعجبكم هذه الحلقة بالأحداث اللي حصلت فيها، بالأمور اللي حصلت فيها، وأشوفكم إن شاء الله على خير بإذن الله في حلقة قادمة. وقبل ما نقول مع السلامة يا جماعة، لا تنسونا من شيئين، لايك من عندكم يا متابعينا الكرام، وكذلك اشتراك من اللي شاهدونا وما زالوا ما اشتركوا معنا. وأترككم في رعاية الله، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من لعبة البستايد إن شاء الله.